بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم يا شباب. بإذن الله في الفيديو ده هنكمل كلامنا عن اللي كنا بدأناه قبل كده، عن الـ Exchange Protocols. احنا كنا في أول فيديو عن الـ بوب 3، سوري، عن الـ IMAP، وبرضه كنا عن الـ بوب 3 شوية، وعملنا Configuration للـ IMAP في أول فيديو، وفي تاني فيديو عملنا الـ بوب 3. بصينا على البروتوكولات التانية الاكستشن اللي بيسبورتها، اللي هي خاصة بيه بس، خاصة بمايكروسوفت اكستشن سيرفر بس، بصينا على الاوتو ديسكفر، وبصينا على ار بي سي اوفر اتش تي تي بي اللي احنا بنسميه الاوت لوك اني وير، واتكلمنا في الاخر كده عن حاجة اسمها مابي اوفر اتش تي تي بي. مابي اوفر اتش تي تي بي هو تقريبا هو ال RBC over HTTP. يعني لو جيت عند الكلاينت ده، طيب ده connected RBC over HTTP status connected RBC over HTTP تمام encrypted، حلو كده. طيب الراجل اللي connected RBC over HTTP ده في من اول اكستشن 2013 سيرفيس باك 1 المابي موجود، تمام. هو عبارة عن تطور لـ RPC over HTTP، حتى هو يعني مثلا طلع الاكسنة 2016 بيقول ان الناس اللي بتكونكت RPC over HTTP بالـ Anywhere العادي ده مش هتبقى supported في اكسنة 2016، لان هو في 2016 المابي نازل فيه enabled اصلا، نزل فيه اصلا ايه ديفولت الناس تشتغل مابي. ميزته عن الار بي سي اوفر اتش تي بي اللي هو الاوت لوك ان وير القديم ان هو بس بقى ايه اسرع منه شويه ومور سكيور. اسرع في ايه؟ الار بي سي اوفر اتش تي بي الار بي سي بيحصلها انكابسوليشن هو اتش تي بي، ويرجع تاني يحصل لها دي انكابسوليشن. الكلام ده مش موجود في المابي، تمام. الكلام ده هو مابي اوفر اتش تي بي مش موجود فيه الحته بتاعه الانكابسوليشن ودي انكابسوليشن، فمش بيستهلك، مش بياخد وقت كبير في الكونكشن، تمام. بلس ان هو لو حصل مشكله في النتورك، وده مثلا فضل شويه مثلا تراين تو كونكتد، يكون تراين ان هو يكونكت على السيرفر، الوقت اللي هو بيقعد تراين فيه بيكون اقل كتير لو انا كونكتد مابي، بسبب سرعه المابي، تمام. الناس اللي هتكونكت مابي لازم تكون 2013 سيرفيس اكون بالنسبة للاكستشينج، وبالنسبة للاوتلوك برضو هتكون اوتلوك 2013 او اوفيس يعني 2013 سيرفيس باك 1، وممكن يعني اوتلوك او اوفيس يعني 2010 سيرفيس باك 2 بشوية ابديتس يعني كده، ممكن يشتغل بالمابي، تمام. طيب ده الزيادة في المابي عن ار بي سي اوفر اتش تي او عن الاوت لوك ان وير، هو بس هو تحديث لي او انهانسمنت زيادة شوية في السكيورتي وفي السرعة في الكونكتيفيتي. لو جينا نبص بعد كده على حاجة بتقول اسمه اكتيف سينك، هنقول بعد كده نبص على حاجة اسمها اكتيف سينك. الاكتف سينك ده بتاع ايه؟ الاكتف سينك ده للبروتوكول اللي الموبايلات تستخدمه عشان تكونكت على الاكستشينج سيرفر، تمام. لما اجي مثلا عند السمارت فون بتاعي، حدش مثلا في فيديوهات على النت بتشرح ازاي ان انا مع السمارت فون افتح مثلا هعمل ايميل واكتب اليوزر نيم والباسورد بتاعتي واكتب اسم السيرفر وشويه الداتا دي وكونكت على السيرفر. بكونكت ازاي او عن طريق ايه البروتوكول اللي انا بكونكت بيه؟ عن البروتوكول اللي هو الاكتيف سينك، تمام. الاكتيف سينك من اسمه هو اكتيف جدا، يعني مره بكونفيجر الميل بتاع كلاينت يعني على الموبايل بتاعه، فانا يا دوب بس هو فتح قدامي، فاكر حتى بتاعت سينكينج بتاع سينكرونايزنج بتاعت الاي ماب ما شفتهاش، حتى هو فتحت لقيت كل الميلات موجود، تمام. هو حتى يمكن اسرع كمان، يعني عندنا على الاوتلوك بتاعي هنا
الايميلات بتجيلي على اكتف سينك الاول، وبعد كده بسنتين ثلاثه الاوت لوك ينوتفاي ان في ايه، ان في ايميل. طيب هل الاكتف سينك ده بتاع الموبايلات بس؟ هو لحد فتره قريبه كان بتاع الموبايلات بس، لكن من اول ويندوز 8.1 انا اتذكر، يا اما يا 8.1 عندي اب بيلت ان في الويندوز بينزل معاه اسمه ميل، اللي هو ده ميل ده شغال اكتف سينك. تمام، يعني الايميلات تظهر لي، ده بيدي نوتيفيكيشن ان في ميل، وبعد كده بسنتين ثلاثه زي ما بقول الاوتلوك يطلع لي نوتيفيكيشن كده ان في مسج. تمام، فالاكتف سينك مبقاش بتاع موبايلات بس، لا هو في الاول كان بتاع موبايلات، هو خاص بموبايلات وموبايلات مش بتكونكت الا بيه، لكن من اول ويندوز 8.1 بقى موجود عندي بيلت ان في الويندوز الاب اللي اسمه ميل ده شغال اكتف سينك. تمام، طيب هنيجي نبص على حاجة تانية اللي هي من أشهر الحاجات اللي الناس بتحب تستخدمها، اللي هي الأوا أوتلوك ويب آب. في 2016 مايكروسوفت حبت تلعب معانا كده فسميتها أوا برضو، بس اختصار يعني بتاع أوا مش أوتلوك ويب آب، لأ أوتلوك أون ذا ويب، أوتلوك أون ذا ويب تقريبا على ما أفتكر. يعني هي في لحد 2013 كان أوتلوك ويب آب، بعد كده هو برضو بس اسمه إيه، يعني اسم مختلف يعني أوتلوك أون ذا ويب. طيب الأو احنا قلنا اي حاجه متعلقه بالاكستشينج بتكون بيزد على الاي او اس. لو جيت ابص هنا في الاي او اس بتاع الاكستشينج، احنا قلنا الديفولت ويب سايت ده بتاع ايه، ده بتاع الكلاينت اكسس، هلاقي هنا ايه الاو عباره عن دايركتري سب دايركتري تحت الديفولت ويب سايت، تحت الديفولت ويب سايت. الاو طبعا انا عشان اكونكت عليها بكونكت ايه، بكونكت اتش تي بي او اتش تي بي اس، بكونكت بورت 443. بورت 443 طبعا عشان اكونكت بيه اللي هو ده بيحتاج مني سيرتيفيكت، يعني لسه هنتكلم عن السيرتيفيكت قدام شويه مشيت الله. لكن انا عشان اكونكت وابقى سكيورد باستخدام الاو انا بكونكت ايه 443، لازم يكون عندي سيرتيفيكت اكونكت بيه. الاو دي عامله زي ايه، الاو دي هي عامله زي صوره السيرفر عندي، صور لي كل حاجه على السيرفر واجيبها لي عندي. تمام، زي بالظبط ما اكون انا كونكتد بالاوتلوك، يعني تقريبا الاو هي هيها الكونكشن بتاع الاوتلوك عندي هنا، يعني كاني انا هنا كونكتد على الاكستشينج بالبروتوكول بتاع ار بي سي اوفر اتش تي بي الاوتلوك اني وير، زي بالظبط كاني فاتح ده الشكل ده بحاجات ابسط شويه على صفحه ويب. تمام، يعني ممكن انا اعمل نيو ميل وابعته واقعد ايه العب شويه في الخط وبتاع وجداول وكده، لكن حاجات زياده موجوده هنا ايه في الاوتلوك. لو انا كده بص هنا في فايل هنلاقي هنا بيقول لي ايه access this mail account on the web، ومدين الاكونت مدين اليور ال بتاعي الاو، يعني انا كونكتد ايه ار بي سي اوفر اتش تي بي على الاكسشينج. طب انا هقفل كده واجي هنا اقول له افتح الاوتلوك اي مان، اقول له فايل، هنا مفيش ايه مفيش حاجه بتاعت افتح الاكونت ده على الويب. ليه؟ لان هو مش نفس البروتوكول او مش نفس الفيتشرز الموجوده هنا موجوده هنا، هو اقدرش افتح ده على صفحه او، لا اللي انا اقدر افتحه على صفحه او هو لما انا اكون كونكتد على الاكستشنز على الاكستشن سيرفر بالبروتوكول بتاعه اللي هو الانوير الاوتلوك انوير. تمام،
فدي الحتة بتاعت الأوم. أنا عارف أنا طولت في الحتة بتاعت البروتوكولز شوية، بس اعذروني، هو الموضوع يعني فعلا كبير، و أحتاج يعني الناس اللي بتبص على الفيديوهات دي إن هي يعني متكتفش بالكلام اللي بيتقال ده، لأ سيرش في الموضوع وهتلاقي كلام أكتر من ده بكتير، هتلاقي على التيك نت كلام كتير جدا 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 يعني عن موضوع البروتوكولز والكونكتيفيتي والمشاكل اللي في الكاس سيرفر وحاجات كتير جدا موجودة على التيك نت. حاجة بس أخيرة عايز أقولها لكم حتى نشوفهم بيحسوا مع بعض إزاي. أنا عملت هنا نيو ميل وسبته مفتوح تمام على طول، هنا ده ال اكستنشن ده كونكت ار بي سي اتش تي بي، حاسس ان في ايه درافتس جابها لي هنا على طول. انا كنت اي ماي او 3 مش هشوف مش هيحسوا بعض بالسرعه دي تمام، زيك وانا اجيب لي ايه الحته دي افتح من هنا، اللي هتشوفه هنا هو اللي هتشوفه هنا، بس هنا شويه فيتشرز زياده، شويه لعب بقى زياده في الحاجات دي يعني تمام. حتى في الحته بتاعت لو انا جيت هنا تحت، الناس اللي تحب تتعامل مع الاوتلوك يعني، جيت افتح الكالندر هلاقي شويه ايه يعني شوية لعب هنا كده يعني، حد اشتغل مع اللينك أو السكايب يعني حاليا عم بيعمل ميتينج، كل الحاجات دي يعني هنا أسهل بكتير وموجودة، في حاجات موجودة هنا مش موجودة في الأوها، بس فيتشرز زيادة مقدمة مايكروسوفت في الأوتلوك بتاعنا تمام. بشكركم جدا وأسف الإطالة في الموضوع بتاع البروتوكولز، لكن أنا دايما بنصح الناس اللي بتحب تذاكر اكستشينج ان انت التيك نت ده از يور بيست فريند، انت عايش على التيك نت، التيك نت ده حياتك كلها هنا تمام. سيرش على التيك نت هتلاقي كل حاجه، كل بورشر سكريبتس اللي انت عايزها اللي بتعمل لك اي حاجه في الاكستشينج. الموضوع مش صعب، الموضوع بس عايز شويه سيرش، ما تكتفش بالفيديوهات اللي انت بتسمعها، لا سيرش كتير، خش على التيك نت اي حاجه واقف قدامك ادخل على التيك نت وش هتلاقيها يعني، اي باور شيل سكريبت انت مش لاقيه في اي حته، او اي باور شيل كوماند انت عايز تكونفيجر بيه حاجه هتلاقيه على التيك نت بتاع مايكروسوفت. واتمنى الناس تكون استفادت من الفيديو بتاعت البروتوكولز دي. اي حد عايز يقول لي اي حاجه او يعلق على اي حاجه احنا كلنا بنتعلم من بعض، فاللي عايز يقول اي حاجه يعني يكتبها لي تحت الفيديو، الناس بالذات في الموضوع ده لان الموضوع مهم 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 جدا، فاللي عنده معلومه عايز يقولها، عنده حاجه شاف حاجه انا غلطت فيها يكتبها لي، وكلنا بنتعلم وكلنا لسه يعني بنساعد بعض. وانا بشكركم شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.